And then in June 2017, there was a drop to zero pledge in Atlanta. هذا ليس بدليل على الإمارات. إذ تتميز بتاريخ طويل من العمل الخيري والدعم الإنساني الذي سبق تأسيس الدولة عام 71، ولطالما كانت قيادتها الرشيدة مؤيدة لهذه القضايا منذ عهد بعيد. لم يعتقد أحد أنه من الممكن استئصال الجدري قبل عام 79، والذي اعتبر أحد أكثر الأمراض المدمرة المعروفة لدى البشر إلى أن تم القضاء عليه. أما الآن فنحن من المتوقع ونتوقع وبالقريب إن شاء الله أن يواجه مرض شلل الأطفال ومرض دودة غينيا نفس المصير. Thank you for helping to ensure that no one is left behind. There are 40 million people with lymphatic filariasis in 53 countries. There are 18 million people in 36 countries with river blindness. Not just the specific disease, but the knowledge and infrastructure will prevent other preventable diseases.